السلام عليكم ورحمة الله. جاي اتكلم معاكم في موضوع محزن للغاية. اولا عايزة اقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوج لا يتقي الله في زوجته. يعني دايما تلاقي رجال كتير بيتكلموا ان المرأة بتخون، ان الزوجة بتحب على زوجها، بتتكلم وبتعمل علاقات مش كويسة من وراه، لكن قليل جدا لما نلاقي حد يتكلم ان الزوج هو اللي بيعمل كده. اللهم المستعان، نسأل الله العفو والعافية. أولا، تاني حاجة يا أحبابي، النت ده سلاح ذو حدين، لكن للأسف وغالبا في حوالينا نلاقي ناس كتير، أولا يعني بيستخدموه في حاجات، يعني ربنا يعافينا يا رب، حاجات كلها سنور. سواء اللي بيتكلم واحدة على مراته، يا ريتها مجرد كلام، يا ريتها مجرد كلام، طبعا ده ذنب، لكن اللي بيقيم علاقات من خلال الكلام. انتوا واصل بكم الحال؟ احنا عارفين العين تزني وزنها النظر، اللسان يزني وزنه الكلام. لما يبقى يعني كلام، يعني انا محرجة اتكلم بجد، يعني كلام في الاباحية، صور تتبعت، انت يا نودي بتجيب الكلام ده منين؟ انا حالات كتير بتجيلي تشتكيلي من زوجها، اللي تقولي بيشوف حاجات مش كويسة، واللي تقولي بيتكلم مع نساء كلام مش كويس، وكأنهم عايشين مع بعض بالحرام والعياذ بالله. يعني اتقوا الله، انت مش حاسس ان ربنا رقيب عليك؟ خلاص انت مش مدرك ان احنا في دنيا، مش مدرك ان ملك الموت ممكن يجي ياخد روحك، يقبض روحك في اي وقت؟ للدرجة دي احنا بعيد عن ربنا؟ للدرجة دي ما بقيناش نخاف من ربنا وانتشار المعاصي بقى بالسهولة دي؟ يا اخي انت لو مش بتحبها، لو مش بتحب زوجتك طلقها وخد التانية بالحلال، لكن بلاش ذنوب ومعاصي. تيجي تبكي وتقول انا استحملت كتير، مصاريف مش بيصرف على اولاده، مش بيجيلي البيت كل غير كل فين وفين بحجة الشغل، يوم ما يجيلي الاقيه سهران بعيد عني بالموبايل، بتقول انا مش بحب امسك تليفوني لان لان عارفه انه بيعمل بلاوي من ورايا. الاولاد اللي مسكوا التليفون وقدرا شافوا بلاوي جايالي بتعيط ومنهاره، اعمل ايه؟ استحملته كتير. المفروض ان انا هقول لها ايه؟ يعني انا قلت لها واجهي وانصحيه. يعني في ناس تقول لا المواجهه مش حل، لا، لما يبقى مره واثنين وثلاثه ولما حيتله اكتر من مره ومفيش فايده، لما الموضوع يوصل لعلاقات محرمه والعياذ بالله وبيغيب عنها، طبعا هي ما شافتش بعينها فمش هتقدر تقول، لكن شافت دليل على الموبايل ان هو بيتكلم واحده وبتشوف حاجات مش كويسه غير الرسائل، فدي هتستحمل تعيش معاه ازاي؟ يعني تقول لك ما تخليش واحده تنصحك عشان هتقول لك اتطلقي وهتخرب بيتك. طب في الحاله دي بتقولي ان هو بيشرب حشيش، سايب عياله، ما بيرضاش ده مصروف لعياله، معتمد على مرتبها الشهري وبتتسلف وخلاها عملت قروض، وهي اللي اشترت الارض وعملت البيت وبنته وعملت فيه كل حاجة، وكمان ما خلاهاش تكتب البيت باسمها حتى. فهي دلوقتي تعمل ايه؟ هي دلوقتي تعمل ايه؟ انا واحدة من الناس بقول لها انت تشوفي رجالة في العيلة يقعدوا معاه. اولا لو انت حابة تصبري، وده الافضل، ان هو يتعالج ويتعدل، وده امره هقول ان هو صعب، لان هي عملت الموضوع ده اكتر من مرة، قالت له تصلي وتبطل شرب القرف اللي بيشربه ده، وان هو يلتزم ويصرف على البيت ويبقى شخص كويس، لكنه ما تعدلش. كام مرة زي ما بقوله غضبت وسابت البيت، يرجع ولا سامحينه ومش هعمل كده تاني، مفيش فايدة. لكن الموضوع اتطور، بتقول كل ما سامحه الموضوع بيتطور للأسوأ. ففي الحالة دي انت شوفي ناس في العيلة ينصحوا ان هو يتعالج، يبعد عنك، ما يدخلش البيت طول الفترة دي عشان يحس ان هو فعلا بيخسر بيته وعياله وزوجته، يمكن يحس ويتعدل. طبعا خلاص بقى، طالما الموضوع ده بيتكرر وعياله للأسف الشديد منهم طفل، يعني هما مش اطفال، ده في منهم شباب وشافوا الحاجة دي، فانا مش متخيلة حتى لو باباهم متعدل هيبقى نظرتهم ايه دي. لكن التائب من الذنب كمان لا ذنب له، فمش هنقدر نحكم بحاجة زي دي، لكن هو اصلا مش عايز يتوب. فانت لازم تاخدي موقف، ما تطلعيش من بيتك لا انت ولا الاولاد، البيت بيتك انت واولادك، حافظي على بيتك واصرفي عليهم، واهله بقى يتكلموا معاه ان هو يتعالج ويتعدل. ما تعدلش يبقى الطلاق وتفضلي بيتك، بيتك حقك سواء اتطلقتي او ما اتطلقتيش، بيتك هو بيتك انت واولادك. فانتوا انصحوها وشوفوا يعني انتوا شايفين ايه من وجهة نظركم، لكن هي صبرت اكتر من اللازم، هي منهارة، وهي المفروض ما تعيطش لان هي ما عملتش حاجة غلط، المفروض هو اللي يبكي على البلاوي اللي هو فيها. نسأل الله العفو والعافية، وادعوا لها ربنا يصلح حالها ويهدي جوزها. وطبعا دي مش اول حالة تجيلها، يعني بيجيلها حالات كتير جدا وبيعيطوا، المرأة ضعيفة بطبعها فمش بتستحمل. انا واحدة من الناس بقول لو
اهل البنت مش كويسين لكن جوزها كويس، ففي حاجه كويسه في حياتها. لكن لو جوزها مش كويس، لو قعدت عند اهلها سنه 2 3 10، طب وبعدين؟ فده ابتلاء شديد جدا. يعني ربنا يصلح احوالنا جميعا ويهدينا جميعا ويصلح ما بين كل الازواج. الموضوع ده منتشر بطريقه غير عاديه، فالله المستعان. يعني دايما اسمع الناس تقول يخرب بيت النت واللي اخترع النت واللي جاب النت، فمن كتر البلاوي اللي احنا بنشوفها فعلا. فالله المستعان، نسال الله العفو والعافيه. ربوا اولادكم سواء ولد او بنت، ربي ابنك عشان ما تجيش واحده في يوم من الايام تدعي عليك ان هو ما ترباش كويس، خصوصا لو ما كانش ملتزم بالصلاه. فالله المستعان، ادعوا لها كتير واكتبوا لنا في الكومنتات يعني ايه الحل من وجهة نظركم وادعوا لها. والسلام عليكم ورحمة الله.